هذا اليوم المبارك، يوم الحج الأكبر، عيد الأضحى المبارك، مبارك للأمة الإسلامية والشعب العراقي بصورة خاصة وأهل البصرة بصورة خاصة. هذا العيد ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان والصحة والعافية، وأن نكون شعب واحد متماسك فيما بيننا في كافة أطياف المجتمع العراقي. كل عام وانتم بخير، عيد الأضحى مبارك علينا وعلى أمة الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ العراق وشعب العراق، اللهم اجعله عيدا مباركا علينا وعلى أمة الإسلام والمسلمين كافة يا رب العالمين. هذا المكان المبارك جامع البصرة الكبير، جامع الشهيد يوسف الحسان، نهنئ الأمة الإسلامية جميعا وأهل البصرة خصوصا وأهل العراق عموما بهذا العيد المبارك، عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير ويجمع كلمة المسلمين على خير، وأن يوفقنا ويحفظ عراقنا وبصرتنا وأهلنا. أتقدم بأصدق العبارات وأرق الكلمات إلى شعبنا العراقي العظيم البطل الصابر المحتسب، أقدم له التهاني في هذه المناسبة، مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ شعبنا، أن يحفظ بلدنا، وأن يغير أحوالنا إلى أحسن حال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأفراح، وأن يديم علينا المسرات، وأن يديم علينا الخير والعطاء.